نعم تمام. هاي خذيته من هالامتحان 2006 2017 شو اسمه سمستر 2 سؤال كويستشن 2. إذن يقول لي create a class name section represent section in a university with two private data member. أعطاني private data member ذلين sec note اللي هو قصد section note to present the section number وقال لي default value is 1. بعدين قال لي NB student to present the number of the student in section default value is 0. The maximum value for NB student is 30. تمام اعتقد اني واضح انه يقول لي عندي اثنين variable فهاي section note وعندي هاي NB student. بعدين قال additionally the class should also include the following method a constructor with parameter to initialize the data member. شو هني هني with parameter ما قال لي default. زين بعدين قال لي set method name set section with a parameter to set the section and NB student to get method to return the value of section note و NB student. هني لو تلاحظون في شيء غريب بعد اعطاني default value وهني ما قال لي ابي constructor with value فخلنا نقول ان نسى او يبغي. انا احتياطا بسويها بكل الطرق تمام علشان يعني في اي حالة تقدرون يعني تحلون. فانا من رأيي شنو عشان ما نرجع كل ساعة حق السؤال نسوي له كوبي ونخليه في وين في البروجرام وعلى اساسه بنسوي البرنامج ماله. زين بروح هنا انا شنو افضل افضل عشان نرتب كل شابتر بخليهم في باكج. بروحكم شلون تسوون باكج. تروحون هنا عندنا باكج هاي تمام بسميه شابتر 6. اوبس لازم ملصوق. اوكي شابتر 6 تمام سويت لي باكج. داخل هالباكج بسوي لي كلاس كان يبغي اسمه يكون section اس كابيتال وهاي خلا نسوي كوبي افضل. تمام تلاحظون هنا اعطاني باكج chapter 6. ليش؟ لان انا خليته في باكج عشان ارتب هاي الباكج كانه فولدر انه قاعد ارتبهم. خل بس اراويكم الفكره عشان تفهمون شنو صاير. اذا رحت show and brawler وتشوفون مجرد فولدر يعني حتى الباكجات الباقيه اسامت 1 2 مجرد فولدر يعني ما في شيء شو اسمه يعني شيء غريب او هاي. زين فسوينا الكلاس مالنا. خلي مره ثانيه ناخذ كوبي من السؤال كامل ونخليه ككومنت عشان ما نرجع كل ساعه. زين صار كأنه كومنت نقدر نقرأ ونرجع ونعدل وهي على راحتنا. الأشياء اللي شوي صارت أطول تمام. زين فالحين أول شيء شنو قال لي؟ قال لي يبغي اثنين private member تمام. قال لي هني يبغي sec note ويبغي هني NB section. مثل ما نعرف لازم شنو نحط private لأنه هو already قال لي private فأكيد بيكون private تمام. فبنقول له private p small sec note شنو يعطيني؟ يعطيني number. فمفترض شنو يكون integer long يعني من ذلين. إذا وناخذ هني الاسم سوي له copy ونخلي هني هاي اول variable خلصته تمام. بعدين شنو قال لي؟ قال لي NB student to present the number of student in section فهاي بعد بيكون number. فشنو بسوي هاي copy مرة ثانية
ما زلت تحت. تمام. فسوينا هالفاريبل الاثنين. إذن هو ما قال لي ديفولت، يبغي هني ديفولت كونستراكتر، ولكن هني طلب مني قيام ديفولت، فكنا يخربطني. فأنا ما أدري بالضبط. فشنو خلنا نسوي أول شيء with parameter، بعدين يسوي الديفولت. في حال إن ما تبون يسوون الديفولت يقدرون شنو هني تخلون يساوي، مثلا قال لي ديفولت فاليو equal 1، وهني ديفولت فاليو كم 0، يصير هالطريقة. أو أن تخلونه في parameter. زين، فالطريقتين يصيرون أوكي. فأنا بروح على الشيء المفترض اللي يكون، ما حد يعني ما حد يحط هنا قيم قليل، يعني ما مر عليه، لأن ليش إحنا نبي نسوي object ونحط القيم داخلهم، فما بنحتاج نحط قيم أصلا. زين، فبنروح نسوي constructor. شوف هني هاي الوصف نقدر نخليه حق ذي، ونشيل هالوصف نحطه تحت، ونسوي constructor تحته. constructor مفترض شلون يكون؟ يكون نفس اسم الكلاس. زين، ببتدي public، يصير يكون private، ولكن حاليا احنا في هالchapter في هالليفل بس بناخذ public. تمام، بنقوله شنو؟ بنقوله public اسم الكلاس اللي هو section، ونفتح قوس وبريسي. في القوس شنو بيكون؟ هالاثنين موجودين، فبنختار نفس الاسم، بنخليه هني ويا النوعية. زين، وهذا على نفس الشيء. بعدين شنو بيكون؟ بيكون ان هاي الدلين احطهم في هالفاريبل. زين، مثل ما تشوفون ان هني شنو خليت نفس الاسم، فلازم استخدم this عشان احدد اي فاريبل اقصد، هاي او هاي. this دائما بيكون حق شنو؟ الفاريبلات اللي فوق دلين. تمام، بيكون حق دلين this بستخدم. خلا بحط comment هني بس عشان this reference to sorry spelling شوية ضايع، بس المهم تفهمون الفكرة. فبنقول له this dot sect note. خلينا نشوف هنا عندنا condition شرط، ما في condition. زين، ما قال لي انه يبي شرط او شيء، فبنخليه عادي بدون شرط. فشنو بيصير هنا؟ بيكون equal sect node الثاني الفاريبل local اللي في البراميتر. تمام، حتى تشوفون هنا لونه تغير. اما اذا خليته كذي بدون this ما بيعرف يفرق، الا اذا خليت مثلا هنا 1 اوكي بيصير. ولكن هاي الطريقه ممله، خاصه اذا عندك وايد كلاسات وايد عندي variable فبيتمللني. الأفضل أخليهم نفس الاسم وأستخدم this وانتهى الموضوع. تمام، بعدين خلينا نشوف الحين شنو قال لي. قال لي maximum value حق ال حق ال NB number B، ما أدري شنو قصدهم student، لازم يكون 30. فشنو فن محتاج بنخلي اف. تمام، فبنقول له اف ان بي اي وحده احنا قاعد نستلم من برا، القيم بتكون داخل هاي ما بتكون داخل ذي. زين، فتركيزنا والاف مالنا بيكون على اساس هاي. تمام، مرة شفت من المبرمجين انه شنو يقول لي؟ يقول لي دائما حطوا الاف كونديشن بالعكس، عشان ليش؟ ما تنسون بالغلط تخلون يساوي واحدة. يعني مثلا اذا مثلا تبون تقولون اف يساوي 20 لا تخلون كذي، لان اذا بالغلط خليته بس واحدة ساعات يشتغل، فخلوه
كذي وشنو بالعكس؟ يعني شلون بالعكس؟ يعني خلو 20 وشيلو كذي، لأن هني شغال وفي حال صار غلط بتعرف مكان الغلط دايركت، تمام؟ فخلوا دائما الإفات بالعكس. أنا الحين بروح على الطريقة العادية، زين، لأن الحين عندنا أكبر وأصغر فما بيفرق وايد. زين خلينا نقول the maximum value 30، يعني 30 محسوب وياهم. نقدر نحلها بطريقتين، يا يعني نقول له أصغر يساوي 30، نقدر نسوي كذي، أو نقول له 31 وهني نشيل يساوي، كيفكم اللي يعجبكم. ولكن أنا أعتقد كذي خربط، فخلنا نروح على 30 هالطريقة. وعلشان اللي يتخربط في الأصغر والأكبر دائما حط في بالك، شوف هني الراس الصغير، زين، هاي يعتبر الأصغر. إذا قلنا هاي نبغي يكون أصغر، شنو؟ حددنا السهم الصغير عليه، تمام؟ وهاي الأكبر، زين، حددنا يعني خلينا نقول الحلج العود عليه، فهاي المعنات الأكبر. فإذا نبغي يكون NB student أكبر من 30، فشنو بنسوي؟ الحلج العود بنخلي عليه، تمام؟ فبعدين فبنرجع مثل ما كان. فالحين حددنا، قلنا 30 لازم يكون 30، ما يكون قيمة ثانية. فشنو؟ فالحين مدام عدلنا الهاي، نقدر نقول له this dot nb student equal nb student سيميكولم. الأفضل شنو؟ نحط else. هو تقدرون تختصرون إنه مو شرط تكتبون else، ولكن ممكن بعضكم يتخربط. خلنا بسوي الطريقتين عشان اللي يبغي يكون كود مختصر، وعشان يعني إذا مر عليكم كذي تفهمون شو السالفة. فبنقول له NB في حال إن غير هالقيمة بيخليه يساوي صفر، تمام؟ لأنه أوريدي قال لي ديفولت زيرو، فنقدر نخليها بهالطريقة. أوكي، ديفولت زيرو هني. فهاي معناته شنو؟ شوفوا هني ال F ما حطت له أقواس، تمام؟ فشنو؟ فبياخذ هالسطر، هالسطر مال F، خلينا نقول F line، زين، هاي بياخذ، هاي بيكون مال شنو؟ بيكون مال ال else، لأن ليش؟ ما في قوس. إذا أبيهم الثيناتهم يكونون في ال F، لازم أحط لهم بريسي بهالطريقة، تمام؟ الثيناتهم بيكونون مالت ال F، تمام؟ مثل ما تشوفون. ولكن احنا ما نبغي، نبيها اول سطر، زين، عشان ما حد يتخربط اقدر اخلي بعد بهالطريقة. اوكي، اذا شلته بعد عادي، اعتقد وصلت الفكرة. زين، فسوينا الحين default constructor، sorry constructor with parameter، تمام. الحين شنو يبغي مني؟ يبغي مني set name، زين، ويبغي مني get method to return value، زين. فبشيل ذلين وبحطهم وين؟ بحطهم تحت ال constructor. الأفضل دائما إذا عندكم تذكيرة أو شيء تخلون هني اسم الميثود أو constructor، بيكون يعني وايد واضح إنه هاي مال شنو، تمام؟ أنا مثلا هني تخلون constructor، تعرفون إنه ما هاي مال مال يعني أي كود وين رايح وكذي يعني. زين، الحين شنو بنسوي؟ بنسوي الست. الست بالضبط صاير نفس ال default constructor. زين، خلي بس نشوف هني parameter to set، هاي بيهم اثنيناتهم. في العادة ما هي حق الاثنين، في العادة كل واحد له ست بروحه، لأنه مو منطقي.
احنا اوريدي عندنا هني كونستراكتور زين، فمو منطقي ان بنسوي ست مره ثانيه. اذا نبي نغير قيمه بنروح حق الفيريبل نفسه ونغير قيمته تمام. ولكن عشان يسهلون عليكم السؤال خلوه شنو البراميتر يشيل الاثنين تمام. فاحنا شنو قلنا؟ قلنا بالضبط نفس الكونستراكتور. فنقدر شو نسوي؟ نقدر نسوي هاي كامل كوبي ونخليه هنا، لان نفس الشيء شنو اللي بيتغير؟ بيتغير هني بس تمام، بيكون public هني، لان الست بيكون void. هل بنرجع قيمه في الست؟ ما في قيمه بترجع زين، فبنخليه void. بعدين شنو الاسم اللي هو اختار لي اللي هو set section زين. لو تلاحظون صار على اسم الكلاس، بس الكلاس اسم section وهي صار على اسمه تمام. وبس خلصنا الهاي. خلينا نحط هنا بعد comment هاي نسبة حق الست، ولكن مفترض يكون كال variable للست بروحه. لكن يبون سهلوا عليكم خلوه بهالطريقة زين. الحين خلنا نروح حق الجيت. كل واحدة من ذلين لها جيت روحها زين. الجيت جيت شنو معناته؟ يعني عطني الفاليو تمام. فلازم احدد النوعية، فبنقول له public، والافضل يكون يعني في حالتنا الحين بيكون public طبعا عشان نقدر نستخدمه في المين. اذا كان private ما نقدر نستخدمه زين. فهنا نقول له public. شنو كان نوعيته؟ كان انتجر. وبعدين نكتب اسم الميثود بالفيريبل، يعني نقول له get. حتى هو مثل ما تشوفون بارز عطاني تمام. القوس بيكون فاضي لانه ما بستلم شيء، بس قاعد اطبع او خلينا نقول قاعد اعطيك القيمه تمام. انا خله بحطه في سطر واحد عشان عينكم تتعود حق الاوتبوت. بعدين بقول له return شنو sect node، وهني بيعطيني القيمه اوكي، بيعطيني القيمه اللي موجوده فيها. هني هالميثود فقط يعطيني القيم، هالميثود فقط ياخذ القيم يخزنهم تمام. هاي الفكره، هاي الفكره حق الست وهاي الفكره حق الجيت تمام. اقدر اعتقد اوريدي فهمتوا الفكره، ولكن خلني اعلمكم شوي اختصارات. تقدرون من مكان تكتبون كل هاي اذا تستخدمون الكومبايلر، ان دقيقه واحده تروحون كود جنريت زين، نقول له جيتر، نضغط عليه واكو سوالي الكود نفسه في دقيقه واحده تمام. هاي نسبة حق الكلاس. خلينا نرجع حق السؤال. في العادة الأسئلة اللي كذي تكون من بارتين، إنه يكون بارت في الكلاس وبارت مين، ولكن السؤال بس بارت واحد بس كلاس زين. أكثرهم صايرين بس بارت واحد، ساعات يكون بارتين يعني السؤال. خلينا نشوف إذا عندنا شيء بارتين. ما في الظاهر، خلينا نشوف. هاي مفترض يكون هاي بارتين اثنين، او شكلي ما نقلت البارت الثاني. دقيقة خلينا نشوف الأسئلة شلون تكون طريقتها. هاي شنو كونستراكتور بست، وهاي لا بارت واحد صاير. ايه ما في مين على شكل على الجافا وان، سوري تخربط زين. فصار بارت واحد السؤال، نرجع لهم. ثم تشوف بارت واحد بيه. مو بارتين، بارت واحد تمام. إذن فهالسؤال خلصناه تمام.
إذا عندكم أي سؤال أو شيء مو مطروح مو مفهوم هاي حاب إن أسمعكم وأشوف شنو رأيكم. خلوا بتشيك الهاي. تمام. زين، فخلنا نروح حق السؤال الثاني مدام هاي واضح. أنا بركز على الأسئلة اللي فيها يعني منطق شوي. خلنا نشوف السؤال، نقرأ بعدين بنحاول نحلله نفس الطريقة. زين، consider a class name app with the following private member. تمام، عندي name rate with downloads. To present the app's name, the default value is new app. تمام. Rate present the data from 0 to 5. وين وصلت؟ From 0. In the range from 0 to 5, the default value is 0. Is that? Download to represent the app number of download as a positive number. هنا عندي شرط. بعدها the default value is 5. تمام. In additional, the class has following method: default constructor to initialize the data. شو هنا طلب ال default. هناك ما طلب. Okay. فخلنا بنسوي default. بعدين قال لي A set method name set app. لو تلاحظون دائما يحطون ويا class name إذا يبون كل ال variable. To set all app information. دلين قصدهم. Please provide a error message for initialize value. Okay. إذا في حال صار خلل لأن ليش هني عندنا شرطين. هني هاي وهاي. في شرط. خلينا نشوف هني بس positive وهني range عندي. فإذا غير عذلين نعطيه مسج. بعدين get method for each data member اللي هو ذلين. بعدين method name top app that return true if the app has rate of 5.0 and more than 100 download. عندي شرطين بعد هنا. تمام. Otherwise the method should return false. علشان سهل على روحنا وما نروح ونرجع copy paste. بنسوي لنا كلاس ثاني هنا كان اسمه app اعتقد. خلينا نشوف capital. اوكي فخلينا نحط الكومنت عشان نعرف سؤال. الشيء الحلو صاير انه هو يتقسم دايركت. زين، الشيء اللي رايح على صوب نزله عشان نعرف نقرا سؤال. تمام. رينج خلينا نشوف هنا تير. زين، اهم شيء عنده انه شنو أول شيء بنسوي الـ variable ذلين. تمام. فهاي بننزله. شنو عندي؟ عندي name. name طبعا شنو بيكون؟ بيكون string لأن name. تمام. فشنو بنقوله؟ بنقوله private string name semicolon بعدين private شوفوا هني الريت قال لي هني 0.0 و 5.0 يعني هالرينج. فيبغيها شنو؟ يبغيها تكون دبل.
أقدر أخلي يا دبل يا فلوت، ولكن خلينا نحط دبل لأن فلوت لازم كل رقم نحط وراء نحط F، فما له داعي، فبنحط دبل. فبنقول ريت بعدين private. هنا شنو قال لي download؟ لو تلاحظون الداونلود ما يكون ما يصلح يكون عدد كسري، زين، فبيكون انتجر او لونج او اللي هو يعني هو انتجر ولونج ما يفرق، يعني ما يفرق عن بعض الا في المساحه في الرقم، يعني مثلا ذاك تقدر تخلي فيه تريليون، هاي تقدر تخلي فيه مليون مثال، زين. اعتقد لهم رينج، هاي اذا تبون بعدين براويكم الرينج ماله، زين. فانتجر داونلود تمام، فسوينا هالفاريبل الثلاثة خلصنا. فالحين شنو يبغي في الاديشنال؟ يبغي ديفولت كونستركتر، نسوي له ديفولت كونستركتر. انا اشوف هنا زين ديفولت كونستركتر، مثل ما تعرفون ديفولت دائما بكتب public، بعدين اسم الكلاس اللي هو app، القوس ديفولت كونستركتر القوس او البراميتر ما عندي داخله فيريبل، ما في شيء داخله، زين. فشنو باخذ ذلين، سواء كتبتهم بذس او بدون ذس عادي، لان ليش ما عندي شيء في القوس، يعني لاحظوا هنا خلا اكتب هنا نيم، اوريدي اعرف ان شنو ان ذلين، لان ليش ما في شيء في البراميتر فعادي، واذا خليت ذس بعد عادي لانه ما بيفرق، كنا زيادة تأكيد ان هالكلاس هالكلاس كذي. فقال لي شنو يبغي الديفولت، يبغيها نيو اب. لاحظوا ساعات الدبل كوتيشن مال الوورد يكون مختلف عن البرمجة فيسوي لنا ايرور، فخلنا نحط مال الدبل كوتيشن احنا نكتبه بعدين نحط لنا الكلمة، زين. وهي نسبة حق النيم. الريت قال الديفولت ماله بعد 0.0 هني تمام، وبكتب ريت equal 0.0، بعدين عندي downloads ديفولت ماله، قال الديفولت ماله 5، اوكي. فهاي نسبة حق constructor ديفولت كونستركتر. خلينا نحط بعد هنا كومنت، فهني خلينا الكومنت. الحين شنو يبغي مني؟ آه ما يبغي شو اسمه، ما يبغي الكونستركتر وذ باراميتر، يبغي الست دايركت، اوكي. فمثل ما عرفنا السد دائما شنو بيكون نوعيته، بيكون void. في حالات بعدين بتشوفون انه ما بيكون نوعيتها void، ولكن حاليا شنو حطوا في بالكم انه اوكي انا هل احتاج ارجع شيء، هل في قيمة بسوي لها return، مدام ما في قيمة بسوي لها return فبيكون void طبعا، زين. نقدر نختصر ونروح هني نسوي generate code، ولكن ما له داعي، او تدرون خلنا شوي نختصر على روحنا كتابة. فبنروح هنا الست، لا لا ما ينفع لأن اسم الست بيكون غير، زين. فشنو بنقول له؟ بنقول له public بيكون نوعيته void، void يعني فاضي، يعني ما في شيء، ما في قيمة بترجع، هاي معناه void. بعدين بنكتب set app وبريسي، داخل البراميتر بنحط القيم ذلين اللي فوق، زين. نقدر نسوي لهم كوبي، فاصلة، كل ما نحط قيمة نحط وراها فاصلة، تمام. الحين بنحط شنو الشروط،
النيم خلينا نشوف النيم هل كان في شرط. النيم عادة ما فيه، ما كان في شرط. زين الريت كان عندي شرط، كان عندي رينج. شلون نحدد الرينج؟ بالاف. دائما نحدد الرينج بالاف. فشنو بيكون حق النيم؟ بيكون كلش سهل، بنقول له this dot name equal name. خلي بس احط كومنت ليش استخدمنا this. We use this because the name is because the name of the parameter تمام. لأن خلينا this عشان نفرق بين هال name والname اللي فوق هال name. تمام، عشان نفرق. إذن الحين الرينج دائما بيكون if، فدائما حطوا في بالكم أوكي أنا عندي رينج. الرينج مالي شنو؟ يبتدي من هني وهني. يعني شنو؟ أحتاج اثنين condition. زين أول condition يحدد البداية، ثاني condition يحدد النهاية. اوكي، فشنو بقول له؟ بقول له ريت اي واحد اللي في القوس، لان هاي اللي بيكون في القيم. تمام، فبقول له ريت مفترض يكون اكبر او يساوي اكبر او يساوي 0.0 and زين. يعني هالشرط هاي كذي اسوي الرينج، اخلي and تمام. ريت يكون اصغر او يساوي 5.0. تمام، هاي الرينج مالي. فالحين ارقام سالبه ما بياخذها، وارقام فوق ال 5.0 بعد ما بياخذهم. فكذا سويت الرينج. خلينا نشوف بعدين شنو بقول له. بقول له this dot this dot rate equal rate. لو نلاحظ مساعة آخر شيء شنو قال لنا؟ قال لنا عطني المسج الجسمة اللي فيهم أغلاط. لو نلاحظ هنا هل مفترض الهاي خلي فوق اللي هني. قال لي شنو؟ please provide a error message for invalid value. تمام، فشنو بنحط else، بنقول له system.out the rate out of range. تمام، هاي نسبة حق أول واحد خلاص سويناه. بنروح حق الثاني اللي هو الدبل. خلينا نشوف الدبل شنو كان الهاي ماله. قال لي present double لازم يكون شنو؟ positive number. تمام، هاي الشرط ماله. فبنقول له شنو؟ بنقول له if ثانية. شوف هني ما خليت else if، لأن ليش؟ ما بي أربطهم. هاي صاير بروحها، هالاثنين صايرين بروحهم، والإف اللي بخليها بعد صايرة بروحها. يعني شنو؟ يعني بيشيك هاي وبعد بيروح بيشيك هاي. إذا خليت else if بيشيك واحدة منهم وبيهد الباقي. تمام، فلازم تخلون if. فهني بنقولها download أكبر. هو الديفولت ما أدري إذا يبيها صفر، فأنا خلي أحط زيرو. يعني ما أخلي يساوي، أخلي أكبر من صفر وخلاص. تمام،
شنو يصير إذا في حالة أكبر من صفر؟ أنه يتسيف. دوت داونلود تمام. إلس بنقول السيستم دوت أوت داون تمام. هاي نسبة حق الست سوينا، حطينا الإفاض. عقب آخر شيء بنشيك، بنشغل البرنامج وبنشيك المسج وهاي علشان نشوف الأغلاط والهاي نشوفهم يعني. زين فسوينا الست خلاص. الحين شنو يبغي منا؟ يبغي منا get شلون نسوي get حق كل واحد منهم نوع تمام. فأول واحد نيم بنقول له public. زين شنو كان نوعيته؟ كان string النيم. إذا نشيك فوق string فلازم نفس النوعية تكون. فبننزل هني تحت بنقول له string. حتى لو تلاحظوا هني بس أكتب G يطلع لي get name تمام. قوس فاضي return name. زين بعدين public شنو عندنا؟ عندنا rate اللي هو كان شنو double، فبخليه هني double. شوف هني ساعات هو يعطيني الشيء اللي أبغيه كامل. get double خلينا نشوف، أعطاني كامل في دقيقة واحدة. زين بعدين شنو عندنا؟ عندنا الداونلودز، فبنقول له سوري بكون public خليناه انتجر واعطاني كامل الهاي، ولكن مو مشكلة خلينا نكتبهم زيادة تأكيد. قوس فاضي return download. خلصنا من الجيت. الحين شنو يبغي؟ يبغي ميثود ثاني. شنو يرجع لي؟ يرجع لي true و false. يعني شنو نوعيته؟ يعني نوعيته boolean تمام. لانه ليش يرجع لي false و true؟ مثل ما قال هنا return true وهنا return false. فشنو بنقول له؟ بنقول له public boolean اسمه stop. دائما البوليون يكون على صيغة السؤال stop is empty كذي يعني. هل نحتاج شيء في القوس؟ لا، لأن شنو ما ذكر لي، ما قال take as a parameter. ما في. لو تلاحظون اللي فوق حدد لي، فلهني خلينا نشوف هنا قال لي set all above. اوكي سعاد يحدد يقول لك لازم تاخذ من البراميتر من القوس، او يقول لك تاخذ قيم. فهني ما في قيم، ما قال لك تاخذ قيم، فمعناته ما في شيء في القوس. زين فشنو بنسوي؟ قال لي اذا الاب الريت مالها 5.0 والداونلود مالها 100. الحمد لله. زين فشنو بنحط له اف؟ هنا عندي شرطين، ولكن شنو هالشرطين؟ يبغيهم اثنيناتهم يتحققون يعني. هم هاي شوف هني قال لي اند. زين فالشرطين لازم اثنيناتهم يتحققون، فمن كذي بنحط لنا اند. فأول شرط قال لي rate، هنا شلون بيخليه equal equal
0.05 زين هاي اول شرط. ومثل ما مساقت لكم الافضل ساعات لان في برامج ان اذا خليت يساوي واحدة تقبل الافضل تخلونه بهالطريقة تقولون 0.5 equal كذي عشان اذا نسيت يساوي واحدة يطلع لكم انه صار ايرور. تمام بعدين شنو قال لي؟ قال لي more than ما قال لي يساوي أكثر من 100. أوكي فشنو بنقول له؟ بنقول له download فdownload greater than 100. تمام؟ في الحالة شنو بيصير؟ بنقول له return true. إذا نقدر إحنا دايركت تحت نكتب return false لأنه بيعتبر الالس، ولكن عشان ما نتخربط بنحط هني الالس. تمام وهي نسبة حق هالكلاس. خلنا نجربه، خلنا نجرب الكلاس هاي مالنا. خلنا بنسوي شيء هني نسميه ديمو بس عشان نشيك الكلاس مالنا. رحنا ديمو نحتاج مين اعتقد هاي كان الاختصار. اوكي تمام شو بنسوي؟ اول شيء بنسوي لنا اوبجكت حق الاب. زين خلينا نقول اب او بي جي بس عشان نفهم يعني equal new app لان هني ما عندنا constructor with parameter ما نقدر نحط قيم direct هني. لو كان عندنا with parameter كان قدرنا نحط قيم direct هني وما يحتاج نادي set، ولكن ما دام ما عندنا لازم نادي set فنقول له obj.setApp زين النيم خلينا نقول movies مثلا. بعدين عندنا الريت، خلينا نجرب اول شيء الريت مالنا نخليه غلط. زين نقول مثلا بالسالب minus one. اوكي بعدين شنو عندنا الداونلود بعد خلينا نحطه بالسالب نشوف شنو يصير. اوكي ونشغل البرنامج.
اوكي فخلنا نشيك. فمثل ما تشوفون حطيت هنا ماينس 1، قال لي ذا ريت اوت اوف رينج. زين يعني خلنا نعدله 0.3 سوري خلينا نقول له 3.5 مثلا. زين وهني بعد نفس الشيء كان ماينس، قلنا له must be positive number. إذا شغلناه مرة ثانية راح المسج الأولي ولكن المسج الثاني تم. زين فخلنا نحط هنا رقم 6 مثلا، بتشوفوا ما في مسج. زين بعدين شنو بنشيك، هل هو توب أو لا. شوفوا هني اذا شغلت البرنامج ما بيطلع لي شيء، لان ليش هاي ستوب انواع ريتيرن، ثم تشوف هني نوعيته ريتيرن. زين نخلينا بوليان، فلازم عشان نقرا اللي مكتوب نخليه داخل شنو سيستم دوت اوت. الحين اذا شغلناه شنو قال لنا؟ قال لنا فولس. ليش؟ لان شرطين عندنا. خلينا نشيك نعدل شرط واحد منهم. بعد اعطاني فولس فخلينا نقول هني 110، اعطاني الحين ترو. هنسبح حق هالسؤال، خلصنا وشيكنا ان الميثودات مالنا صحيحة. تمام قبل ما نروح حق السؤال الثاني، خلاص شوف اذا عندكم سؤال او شيء. السؤال الثاني شكله فيه شوي هاي تركي يعني، بس مو مشكلة. في سؤال او شيء؟ تمام زين فخلنا نكمل نفس الطريقة. عندنا السؤال write a java class name clock for dealing with day time present by hour times and second. Your class must have the following three private members. Our range عطاني من 0 إلى 23 و minute من 0 95 سكب على نفس الشيء. Your class should contain the following method. Default constructor with no parameter to initialize the present time to 12. تمام هاي بيكون التايم، هاي الظاهر قصدي يعني الاور يكون 12 والمنت يكون 12 المنت يكون 0 والسكند يكون 0. A method print the time زين يطبع the format على هالطريقة يبقي اوكي. بعدين عندنا 3 set method 20، هاي المفترض الصح ان كل واحد له set بروحه. set the corresponding instant variable. Parameter should be valid. تمام يقول لك القيم مفترض تكون صحيحة valid يعني positive يكونوا كذي يعني وما يتعدى الرينج. A method tick يا trick with no parameter زين هني no parameter that increase the time storing in the clock object by 1 second and update the minute second and hour if necessary. تمام هاي اذا كل مرة نادي مفترض يزيد لنا الوقت. تمام if the current time is 15
15 والminute 59 والسكند 59 after increasement but they increasing for 1 second the time becomes 16:00. هاي مثال تمام علشان نقدر نسوي الهاي فخلنا نسوي كوبي قبل ما نسوي كوبي نسوي الكلاس سوينا الكلاس خلنا ناخذ الكتابة سويهم كوبي عشان نريح روحنا اوبس نسيت اخلي الهاي تمام فهني بنسوي الـ private parameter خلنا نشوف عندي سؤال default constructor دائما البرامتر يكون فاضي دائما وابدا تمام لان ليش شنو معنى الديفولت يعني شوفوا هني هني الديفولت يعني كاني شنو ما حطت قيم فاقول له في حال ان المستخدم ما حط قيم حط لي هالقيم من عندك هاي معنى الديفولت بالضبط تمام اما اذا خليت قيم هاي ما صار ديفولت هاي صار يعني ما صار الاصلي كانه الاساسي يعني مثلا هاي انا حطيت قيم فانا قاعد ابي اختار ان شنو القيم تكون اما اذا ما خليت قيم فهاي اعتبرت ديفولت انه من اصل كذي تمام بدون تغيير خلنا نعتبره كذي اعتقد واضح زين فخلنا نكتب ال private member لو نلاحظ لين الارقام ما فيهم كسور فشنو بنحطهم بنحطهم كلهم انتجر فبنقول له private integer زين hours عندنا الأفضل لأن ثلاثتهم نفس النوع فشن نسوي من مكان يعني نكتب السطر ثلاث مرات خلنا نكتبه مرة واحدة ونحط شنو comment ونحط المنت بعد comment ما أدري كوما زين فحط السكند زين في سطر واحد قدرت أخلصه لأن ثلاثتهم نفس النوعية نفس نوعية الانتجار إذن الحين شنو يبغي مني يبغي مني default constructor اللي هو بدون قوس بدون مسامحة variables لازم يكون في قوس ولكن بدون variable بدون parameter إذن فشنو بقوله بقوله public اسم الكلاس اللي هو clock زين هو شنو قال لي قال لي حط بس الاول 12 والباقي 0 فهني سواء استخدم this او بدون this ما بيفرق فخلنا نستخدمه بدون this نقول له hour equal 12 تمام بعدين عندنا minute equal 0 بعدين عندنا second
هذا equal zero. أنا ليش قال لي هني initialize يعني مبدئيا the represent time is 12:00 تمام. فإحنا عرفنا أن هاي الساعة هاي المنت وهاي السكن تمام. هاي نسبة حق الديفولت. خلينا نشيك نروح حق اللي بعده. عندي ديفولت كونستركتور بس خلينا نحط كومنت. عندنا print method. البرنت خلينا نسوي بعدين زين لان ابي ايش اسمه اعلمكم اشياء ثانيه بعد سوينا البرنت هاي فشوي بنأجله. فخلينا نروح حق اللي بعده. بعدين قال لي 3 set method حق كل واحد فيهم لان ليش عندنا condition حق كل واحد فيهم فالافضل يكون كل واحد له set بروحه. مو معقول ان مثلا بس ابي اغير المنت انادي ميثود ان فيه منت واور وهاي مو معقول. فشنو فبنسوي الست هاي هني عندنا ثلاثة ست. اول واحدة ثلاثتهم بيكون نوعيتهم void تمام. فبقول له public void يعني الست وقوس لازم أستلم في القوس. بحط نفس الاسم عشان ما يعني ما قاعد أفكر ها أحط نيو ما أدري شنو ممكن أغلط فبحط نفس الاسم وخلاص. إذن قال لي يبي valid مفترض كنت أحط هاي فوق مؤشر هاي بني بف هني بهني. إذن شنو الفاليد الفاريشن ماله إن شنو الرينج ماله يكون من 0 إلى 23 هاي المفترض يكون. فلازم نحط له F بنقول له F hour. مثل ما قلنا الرينج بيكون عندي شرطين. شرط ان اول الرقم يكون كذي بعدين حط له and وحط له ان نهايته تكون كذي تمام. فبقول له hours اكبر زين اكبر او يساوي 0 تمام. بعدين اقول له and hours أصغر أو يساوي 23 تمام. فهاي الرينج اللي موجود خليناه هنا. خلينا نسوي له كوبي عشان بس نعرف من وين يبنى الكلام تمام. هاي الرينج ماله. في الحالة إذا هالرينج صح شنو بيصير بنعرف ونقول this hours equal hours. الحين عندنا كذا خيار نقدر نخلي else يساوي مثلا 0 ونقدر نخلي message يطلع لنا يعني شو اسمه انه غلط. عندنا كذا خيار هني ما حدد لنا. يمكن هني the set corresponding ما حدد مو واضح ان هل يبي يطلع له مسج ما يبغي. فنقدر نخليه بس كذي بعد اوكي لان ليش عندنا ديفولت. الديفولت اوريدي بيعطي 12 تمام. علشان نعرف ان القيمة كانت غلط المفترض يكون في مسج ان القيمة غلط او شيء كذي. فخلنا ناخذ خيار وسط انه شنو بنحط الاورز تكون 0 عشان نعرف ان القيمة غلط تمام. هاي نسبة حق الاورز. بنروح حق
حق المنت بتكون بالضبط نفس الفكرة، لأنه ليش بعد بنتعامل ويا رينج، فالأفضل شنو نسوي له كوبي ونحط ونغير. زين هنا بنكون اسمه منت، وهني بعد الرينج ماله كم كان؟ كان 59. اوكي هني بنحط مينت، وهني بعد مينت، هني مينت، يعني اي مكان كان في اورز حطينا مينت. تمام، ولكن شنو بنغير هني 59. اوكي نفس الطريقة بالضبط، ولكن هاي اللي تغير. زين الثالث بس عشان نتأكد ان الفكرة وصلت عدل بنكتبه كامل بروحنا، بنقول public void set second. زين بيقول له integer second ونحط لنا if condition. خلنا نحط range، نسوي copy حق range، if قلنا بدايته كم؟ بدايته صفر، بناخذ second. أكبر أو يساوي صفر، and second أصغر أو يساوي 59. وهني شو نقول له؟ نقول له this dot second equal second و else second equal zero. تمام هاي نسبة حق الست خلصنا. زين ست خلاص، فالحين خلنا نروح أول شيء قبل ما نسوي الهاي مفترض نسوي get، خلينا نشوف هل تذكر لنا ولا لا. amethystic with no parameter. أوكي أعتقد في get، في get ما شفنا شكله، خلينا نشوف 3 set شكله يبغي ال print method هو يكون ال get. خلينا نتأكد من السؤال إيه ما في get، الظاهر يبغي هاي يكون الجيت ماله، انا ما اشوف انه حاط لي جيت، مو مشكلة. الجيت كنا نقدر نسويه بكذا طريقة، واحدة من الطرق انه شنو نسوي الجيت بعدين نناديهم في الميثود مال البرنت اللي هو هني. تمام هاي طريقة. الطريقة الثانية نخليهم دايركت في السيستم دوت اوت، اعتقد هاي اللي يبغي، لانه ليش هني قال لي برنتس ما قال لي ريتيرن، اذا قال لي برنتس يعني سيستم دوت اوت، يعني الميثود نوعيته void. تمام فنقول له public void print time قال لي ما في شيء بسلمه في القوس. زين فشنو عندي هني كذا طريقه، وبيكون system.out ما بيكون في شيء ثاني، اقدر اخلي
سيستم دوت اوت وحده وش اسمه ما اطبعها، ولكن شوفوا هنا الفورمات شنو بي اورز مينيت وهاي، يعني اهم شيء عندها النقاط ويكونون في سطر واحد. زين فشنو بنقول له؟ بنقول له اول شيء بنحط الاورز، زين بعدين نحط زائد هنا نقطتين، بعدين زائد منت زائد نسيتها نقطتين، بعدين شنو عندنا؟ عندنا سكند، هاي الفورمات اللي يبغي. تمام، فبهالطريقة مفترض يطلع. زين ف ما نسوى حق البرنت سويناه. كنا اذا كان عندنا مثالات جيت كان نقدر نخلي جيت اور جيت منت هني مكانه، او نخلي هاي كلها واحد ما يفرق. زين شنو يبغي الحين؟ يبغي تك with no parameter. هل شنو الميثود يسوي؟ يزيد، خلينا نشوف هذا يرجع شيء. Increase the storing in clock object by 1 second and update the. هاي الميثود يسوي عملية، يسوي process. الميثودات اللي يسوون process أنواعهم في الغالب يكونون void، لأن شنو ما في شيء return، ما قال لي return، قال لي بس زيد لي الوقت وضبط لي المنت والأور. تمام، فهاي بيكون نوعيته void، وما قال لي رجع لي شيء، لا هاي بيكون void. تمام، فبنقول له public void تك اسمه نفتح قوس. اول شيء شنو نسوي؟ بنزيد السكند. تمام، اول شغله بنزيد السكند. عندنا كذا طريقه نقدر نزيده بهال خلنا نشوف ليش مو راضي ياخذ. ايه نقدر نزيده بهالطريقه، ها واحده منهم، او نخليه كذي زائد يساوي واحد، كله اوكي كله يمشي. فخلنا نحط بهالطريقة لانها سهلة. زين بعدين نشيك الحين شنو بنبتدي؟ بنشيك ثلاثتهم، بنشيك السكند والمنت والهاي. شنو مفترض يكون اذا السكند صاير يعني صاير 95 فوق ال 95 يعني صار 60، مفترض شنو؟ يتصفر والمنت يتغير. تمام، فعلى هالاساس بنحط الاف ماله وبنشيك اذا في غلط بنصلحه. بنقول السكن كابيتال، اذا السكن خلينا نقول ايكوال ايكوال 60، شنو يصير؟ السكن يصير هني بنحتاج بريسي لانه بيكون في كذا سطر. زين فبنقول له خلي بس احط هني بعد كومنت عشان تعرفون اف لا ايه اف سكند. الاحسن حق الافات شنو تطبعون هاي كامل وتخلونه في الكومنت عشان ما صوتكم خربطه. تمام، وهني مال شنو؟ مال تك، وهني مال شنو؟ مال كلاس. زين زين فعندنا سكن هنا. شنو بيصير؟ بيصير شغلتين. اول شغله السكن بنسوي لها ابديت بتصير زيرو، المنت هنا بنسوي له شنو؟ بلس بلس بنزيده. اوكي، فسوينا شغلتين، فالمنت زدنا والسكن زدنا. تمام، فالحين بنروح بنسوي اف ثانية حق شنو؟ حق المنت، لان الحين زدنا المنت فممكن يكون شو اسمه يكون صار ازيد او صار 60 مثلا. تمام، بعدين بنشيك بهالقيمة، بنحط هالقيم ونشوف شنو بيصير.
زين فبنقول له اف minutes your minute equal 60 شنو بيصير بعد بيكون شغلتين بناخذ هاي ككومنت بس عشان نعرف كل قوس مال من فاول شيء المينت بيساوي صفر سيمي كولوم بعدين الاور شنو بيصير فيه بيزيد اوكي الحين لازم تشيك الاور الاور شنو مفترض 24 اذا صار 24 مش مفترض شيء يصير يتصفر زين يصير زيرو اذا صار 24 مفترض يكون زيرو زيرو لا مفترض يكون واحد لا زيرو صح لان ليش يعتبرون ساعة الصفر اللي هو 12 تمام فخلنا نحط زيرو اوكي زيرو معقول فبنقول له اذا hours تساوي 24 شنو يصير يعني ما عندي شيء ازيده فشنو دايركت بروح حق الاقواس ممكن اشيل الاقواس ولكن حبيت ان كلهم يكونوا ستراكشر واحد ما الاقواس اخر واحد يعني اقدر اشيله عادي فهني بنخليه صفر تمام هاي مفترض الميثود مالنا صحيح بنشيك الحين اذا في خلل سيده بنعرف فخلنا نروح حق الديمو نشيك في شيء نسيناه او هاي ما سويناه بنشوف شلون لازم نضيف كونستراكتر مالي فاضي اوكي اضيف كل واحد بروحه اوكي زين بروح حق الديمو مالي زين بمسح هاي كامل الحين عندي كلوك واسوي لي اوبجكت ايكوال نيو كلوك قلنا نبي نحط قيم بنحط نفس القيم اللي حاط لنا هو بعد ما نسوي برنت تمام خلينا نسوي برنت اول شيء خلينا نشوف الديفولت شغال ولا لا مفترض يعطيني 12 0 0 خلينا نشوف مثل ما شفنا 12 0 0 نفس ما يبغي بالضبط سوينا له تمام ممكن الواحد يعني بعدين يتفنن زياده مثلا يحط هنا صفرين يحط اف اذا اصغر من يعني مثلا اصغر من 10 حط صفرين اذا هاي الواحد يعني يقدر يطور روحه في شو اسمه في الكود مو شرط الا على ذي اذا فشيكنا اول واحد انه اوكي خلي بشيله عشان لا يصدنا خربطه بعدين بنروح حق الست نبتدي بالهاي كم نحط له بنحط له 15 بعدين object dot minute كان 59 اللي هو اوكي بعدين object dot second بعد كان 59 اخر شيء object dot tick وبنطبع الوقت تمام خلينا نشوف ان شاء الله اوكي لكن ممكن تمام خلنا قبل ما نحط الوقت نتاكد ان هل زاد او ما زاد بنحط بعد برنت هني عشان دبل تشيك ان كان هاي الوقت بعدين يتغير تمام عيل زين فكان كذي وصار هاي يعني شغلنا مضبوط اوكي هاي نسوى حق هالسؤال اللي عنده سؤال او شيء يسألني قبل ما نروح حق السؤال اللي عقبه اللي هو هاي
زين عندنا سؤالين بعدين بنروح حق هاي. خلينا نشوف هاي تركي ولا سهل وفيها ذات فعلا ظاهر. إذن عند في أحد عنده سؤال على اللي شو اسمه؟ ليش بداية الميثود تك كتبنا سكن؟ أوكي ليش كتبنا سكند؟ في سؤال بعدين داخل. زين كتبنا سكند بلس بلس ليش؟ علشان نزيد الوقت. شوف هني شنو قال لي، قال لي a method tech with no parameter، بعدين قال لي that increase the time storing in the clock object. إذن clock object هاي هو، إذن هاي الobject عطيناه قيم. شنو قال لي؟ قال لي خلي يزيد. إذن شلون يزيد؟ إذن by 1 second، تمام؟ يزداد شو اسمه بسكن واحد. يعني شنو؟ يعني هو الهدف مالك المرة يزيد سكن، ولكن شنو؟ إحنا بعدين شيكنا الإفات مالينا، هل هالسكن يعني هل القيم الباقية تحتاج تضبيط عقب ما زاد هالسكن ولا لا؟ فمن كذي خلينا سكن بلاس بلاس عشان يزيد لنا سكن واحد. شوف هني by 1 second، افترض هني هالجملة تكون كاملة. increase the time store clock object by 1 second. بعدين شنو قال لي؟ update the minute second and hours if necessary. if necessary already قال لي if، يعني في الاف تمام، علشان هاي الميثود كل مرة يزيد بالثانية. خلنا اراويك شغلة عشان توضح بعد ازيد. الحين احنا طبعنا 16 صح، خلنا نقول نادينا الميثود هاي مرة ثانية وبعد بنطبع مرة ثانية، خلنا نشوف شلون شنو بيكون. دوت برنت ايه برنت، مفترض اذا كلامي صح ان شنو الحين هاي يزيد يصير واحد صح، صار واحد لان شنو يزيد بالسكن. اذا ضفت بعد مرة زين مفترض شنو يصير؟ يصير هاي 2 الحين تمام. ان شنو صاير؟ صار كل مرة يزيد بثانية واحدة وكذي، وثلاث واربع وهاي ليه ما شو اسمه ليه ما يغير لي المحور يعني مال الساعة تمام. اعتقد السؤال جاوبت عليه، اذا واضح خبروني. تمام زين. خلينا نروح حق السؤال الثاني. كان عندنا ذي، خلينا نقراه. يقول لي write a job class named sales recipes received، اللي هو رصيد يعني قصده sales receipt، to present the sales of the specific item. the class contain the following private members: quantity a positive integer default value is 1, price بعد positive double number، هني قال لي double، هني لاحظوا فوق integer هني double، default is 1.0، that static يبغيه يكون static، double number which present the tax value، initialize the value that 2.50 تمام. بعدين يقول لي your class should be include the following method: a default constructor no parameter to initialize quantity and price to their default value. بس هني بنضبط quantity وال price. بعدين قال لي one set method to set the value of quantity and price. the parameter should be valid.
valid قصدهم ان دلين يكونون صحيحين. static set method name set that to set the value of class variable that. okay, to get method بعدين عندنا اللي هو quantity of price. بعدين عندنا a method name calculate total that calculate and return the total amount of the sales received where the total amount is calculated using the following formula. تمام, اعطاني المعادله اللي امشي عليها, فخلينا نسوي كوبي او اول شيء حق الكلاس. في حال تبون تطلعون ذي الشاشه اللي على صوب alt 1 يطلع. اوكي, الكلاس مالنا خلاصك وصلك هاي بعد. زين, إذا خلنا نبتدي أول شيء نحط ال private the lane, فبيكون هنا. خلنا نشوف أول شيء عندي quantity integer, فبنقول له private integer private integer quantity, أو خلنا نكتبها اختصار أحسن. لا لا, مفترض نفس اللي حاطين لنا في السؤال, ما يصير نكتب على كيفنا الـ variable. فبعدين عندنا private double price بعدين عندي private that. هنا شنو قال لي؟ قال لي static. فوق already شنو قال لي؟ قال لي contain the private member, يعني كلهم the name private. حتى هاي اللي static هو private. تمام؟ فشنو بحط؟ بحط private static. اوكي؟ وبيكون double واسمه that. وشنو قال لي؟ قال لي حط قيمته من البداية with represent then the tax value to initialize to 0.05. من البداية قال لي حط قيمته. هو الأفضل بعد شي يسوون يخلونه static ويخلونه final. لا لا, final يمكن, لا 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 نخلي final لأن ليش عندنا set حق بروحه, لا فما ينفع final. final اذا ما نبي نغيره نهائيا نحط له final. زين, اللي هو كذي private static final, اعتقد f كانت small فعشان هاي نخليه في حال ما نبي نغير القيم. ولكن هنا عندنا set نسبة له فما يسوى او ما يصلح نحط له final. إذن هاي الثلاثة الفاريبل سويناهم, خاصة هاي خلي بحط الكومنت هاي تحت هني حس أضبط عشان يبان الفرق. إذن بعدين شنو قال لي؟ قال لي بديفولت كونستراكتر أنا شنو عشان يحط القيم
الديفولت هاي كوانتيتي وهاي اللي هو شنو كان كوانتيتي ديفولت ماله واحد وهاي 1.0. اوكي بنقول له public اسم الكلاس نفتح قوس وهنا شنو مدام ما في parameter فنحط اسامي ال variable direct quantity equal 1 semicolon بعدين عندنا price equal 1.0 تمام. بعدين عندنا one set method to send the value of quantity and اوكي هاي صاير مكان ال constructor with parameter زين. فهني يكون set واحدة ما حدد لي الاسم لو تلاحظون one set method بس. فمدام حاط لي اثنين variable من نفس الكلاس فخلينا نحطه على اسم الكلاس فنقول له public زين. ومثل ما قلنا ما بنرجع قيم فبيكون void ونحط اسم الكلاس set رغم هاي غلط يعني ما بتحصلون برنامج بهالطريقة ولكن عشان التسهيل لكم يحطونه في مرة واحدة لأن إذا كل واحد بعد تكتبون ست 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 شغلة يعني خاصة إذا أنتوا بتكتبون كتابي لو كان كمبيوتر كان بتروحون كود جنريت هي واحدة بتسوونها كامل بس لأن كتابة فبياخذ وقت ويمكن يخربطكم. إذن فهاي الست مالنا الحين الست شنو لازم نحط في بالنا الأشياء اللي مفترض ما تصير غلط بوزيتيف بوزيتيف اثنيناتهم لازم يكونوا بوزيتيف تمام. فشنو بنحط اف بنقول فيها quantity لازم تكون أكبر أو تساوي خلينا نشيل تساوي خلينا نقول أكبر من صفر تمام. يصير quantity أو في شيء شغلة نسيناها ال شو اسمه ال parameter لازم يكون في parameter مو مشكلة. فبناخذ هاي بنحط هني فاصلة بعدين برايس وش اسمه تمام. الحين شنو بنقول له this dot quantity equal quantity تمام. ممكن ساعات في بالكم ليش ما احط اف واحدة حقهم اثنيناتهم وما يصلح لان ليش اذا خليت اند زين فاذا واحدة منهم الفاليو صح الثانية غلط بيعطيني ايرور واذا خليت اور بعد نفس الشغلة فالافضل اسوي حق كل واحدة فيهم اف بروحها زين. برايس اكبر من صفر بعدين نقول له this dot price equal price. لو نلاحظ ما قال لي نحط مسج ولا نحط قيمة ولا هاي فأنا أشوف نخليه بس كذي هم يكون عشان يكون بسيط وهم لأنه ما طلب يعني. فهاي الست سويناه تمام. بعدين شنو يبغي الست حق الفات اللي هو static نوعيته. الحين براويكم شغلة عشان هالشغلة تكون دائما في بالكم خلي بكتب الستاتيك او الست نفس العادي اللي نكتبه تمام. وما وبنشوف شنو بيصير وبنقول له public الست بيكون نوعيته void لانه مثل ما قلنا
ما بيرجع شيء. زين بنقول له set that. زين بنستلم في القوس قيمة الهاي اللي هو integer that. بنفتح القوس شوفوا إياه الحين. بقول له شنو ما كان في restructure أعتقد عليه. هل قال لي أنه لازم أضبطه؟ ما كان فيه. حتى ما قال لي أنه لازم يكون positive ولا negative. ما قال لي شيء. فبخلي عادي. إذن فبكتب الحين this dot شو اسمه that. أوكي. وما يحتاج حتى ما يحتاج. خلينا نشوف الحين that يساوي that. خلينا نشوف. هو مفترض هالطريقة غلط. يعني إذا خليت this dot that حتى لو تلاحظون ما أعطاني هني option حق ال that. ليش؟ لأنه هاي static. تمام؟ هاي static. مفترض الميثود ماله بعد يكون static. تمام؟ مفترض الفيتو شو اسمه بعد يكون static. خلينا نشوف هني أعطاني غلط. خلينا نشوف ليش أعطاني غلط. خلينا نشوف شنو يقول لي. cannot referent reference from static contain. خلينا بس دقيقة نسوي شغلة عشان توضح. خلينا نحط هني مثلا when بس عشان الأمور توضح. خلينا نشوف هني هاي اوكي نشيل هاي. شوفوا هني إذا الميثود static نقدر نحطه direct بدون this. تمام؟ خلنا بشيل هاي static بعد اوكي. ها بعد اوكي. ها لأن الاسم متشابه يمكن. خلنا نشوف زين على تشيكنا هاي. إذن خلنا الحين ناخذ الخلاصة. الخلاصة الميثود ممكن يكون مو ستاتيك. تمام؟ ولكن لأنها الفاريبل ستاتيك نقدر نخليه بطريقة this. زين؟ إذا الميثود سويناه ستاتيك لازم شو نسوي؟ ما نقدر نخليه this. لازم نغير اسم الفاريبل هني اوكي ونخلي الفاريبل اللي فوق دايركت هني. شوفوا هني وياي لو احط كوانتيتي اصلا ما طلع ما اعطاني حتى مجال انه يطلع. شوفوا هني ايرور سي ذا ايرور. ليش؟ قال لي نان ستاتيك فيلد ما يسوي شيء غير الستاتيك هو موجود اذا الميثود ستاتيك. شوفوا هني الميثود ستاتيك لازم يكون كل الفاريبل اللي يخليهم static. خلينا نشيك نحط this هل بيشتغل؟ ممكن يشتغل. لازم يكون بعد ما يرضى ما يرضى اصلا this ما يرضاه يكون في الستاتيك. زين ما يرضى يكون. فمثل ما نعرف الميثود اللي يكون static لازم الفاريبل داخله بعد يكون static. اما إذا كان مو ستاتيك عادي هل نقدر نخلي الاثنين؟ زين شلنا ستاتيك هو أوريدي عرف ليش لأن الأسامي مختلفين فعرف. فإذا كانوا متشابهين نقدر نخلي this. فأبي أسألكم الحين شنو تفضلون؟ هل أحطها بهالطريقة أو أخلي الميثود ستاتيك؟ فخبروني عشان أحط.
تبون است خربة بعد نبي رأي ثاني عشان يكون حسامي. خلينا نشوف شنو هاي static أحسن عشان نعرف إن القيمة static. بعد واحد لأنه صار الحين فت 2-2. بعد لو شخص واحد يا تدرون شنو بسوي؟ بخلي ستاتيك الملون العادي ستاتيك لأنه في سؤال قالوا ستاتيك. أوكي إذن ففي السؤال قالوا ستاتيك، قالوا الميثود يكون ستاتيك الظاهر. إذا هاي صح يعني مفترض لازم يكون ستاتيك. خلوا نشوف في السؤال. صح 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 ستاتيك ست ميثود صح، ما نقدر نلعب فيه على كيفنا صح. فالسؤال قال لنا static فلازم static. زين زين ان انتبهتوا حق هالشغلة زين. فstatic فخلاص ما نقدر، السؤال قال static فstatic. زين بخلي static مثل ما شفنا ما نقدر نستخدم this، فشنو بنغير ال variable لنا بصير خربطة، بس بنغير اسمه بنقول ان مثلا تبون وين ما بيفرق لان ليش هاي لوكال، هاي مجرد السلم فاليو ويعني يحطها في شو اسمه فستاتيك بنخليه بهالطريقه ستاتيك فويد كذي ما في ريستراكشن عليه افات وكذي فما يحتاج. زين فبنسوي جيت الحين اثنين تمام. لو تلاحظوا حتى جيت ما خلالي الحين، اذا ما خليت جيت فهل قيمة الفات دي ما بعرف كم اذا ما في جيت. لا اذا فخلنا نسوي اثنين جيت حق الكوانتيتي والبرايس فبيكون public quantity قلنا انتجر بعدين قوس فاضي ريتيرن. ريتيرن شنو كوانتيتي هاي اول قسمة والثاني دبل برايس جيت برايس قوس ريسي ريتير برايس. زين سوينا الجيت، خلنا نشوف الحين الميثود، هالميثود اللي يسوي لنا الكالكوليت. خلنا نسويه ميثود نيم كالكوليت توتال ذات كالكوليت اند ريتير ذا توتال اماونت توني ريتيرن. هالميثود يرجع ها ف total amount of the salary received where the total amount is calculated using the form. الحين السؤال شنو بيكون نوعية هالميثود؟ بيكون نوعية double. ليش؟ لأن ال quantity لأن ال price double عندي لا. فإذا في العادة أي معادلة يكون فيها شيء double الميثود هاي كامل يكون double تمام. فبنخليها double public وغير ذي الفات بعد دبل ف شو اسمه فبيكون دبل طبعا دبل لا اي دبل ف فبنقول public دبل. ليش دبل؟ لانه قال لي return returns هاي فمو يعني ما برجع فاضي او ما يعني لازم يرجع فما نقدر نخلي void. وثاني شيء دبل لان عندي شغلتين هني دبل فيها اللي هو الفات وعندي البرايس تمام. بنخلي اسم الكالكوليت زين
هل بستلم شيء من القوس؟ ما بستلم، ما ذكر لي وما بحتاج يعني اصلا، لان الفيريبل موجودين في نفس الكلاس فما احتاج استلمهم. اذا المفترض الصح ان تكتبون هالميثودات الحسابيه في سطر واحد، تكتبون return تمام وتحطون المعادله كلها ويا بعض، ما يحتاج تسوون variable total بعدين تحطون، ما له داعي. فشنو return